بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. طبعا زي ما شفنا في عنوان الفيديو كده، انا نسيت باب سلاكة من سلكات الحمام مفتوح. طبعا انا عندي هنا الأوضة في فوق سلكات بعزل فيها اي حمام مثلا مريض او اي حمام جايبه من بره جديد او الكلام ده كله، او اي حاجة شاكك فيها كده يعني، بعزلها فوق في السلكات اللي فوق. فجيت انا طلعت هنا وطالع ابص على الحمام اللي فوق، فطلعت سلم الخشب دوت، فاتفاجئت قدامي كده بثلاث حمامات على الارض واقفين بياكلوا من على السقف بتاع الاوضه. طبعا انا فوق لما باجي اكل الحمام او حاجه في كلفه بتقع من ايدي الكلام ده، او مثلا اي طاجن بقشطه في كلفه مثلا عليها زرق ولا حاجه برميه على سقف الاوضه من فوق هنا، بينزل بقى العصافير واليمام والكلام ده كله بياكل منه، تمام؟ فالمهم ايه، طلعت لقيت الثلاث حتت دول قدامي، فاتخضيت بقى يعني ايه ده ازاي. فتقريبا انا قبليها بيوم كنت نسيت اقفل باب السلاكه بعد ما كلفت الحمام. طبعا الثلاث حتت دولت كانوا حته هزاز ديول وحته هزاز كتاف وحته نفخ اسود. ثلاثة دول زغاليل او شبابات يعني، مفطومين بقالهم فتره ومعزولين فوق. فاول ما طلعت كده لقيتهم، رحت جاي مصورهم لكم عشان تشوفوهم وتشوفوا فعلا ان الحمام خرج من السلاكه، وتشوفوا ازاي همسكه وارجعه تاني جوه السلاكه. فتعالوا دلوقتي نشوفهم مع بعض، تمام كده، ونرجع تاني. طبعا انا طالع اهو بالصدفه لقيت الثلاث حمامات دولت على الارض، حتة هزاز ديول صفرة، حتة هزاز كتاف، حتة نفاخة، هم تلات شبابات. التلاتة دولت نسيت الباب مفتوح امبارح، النهاردة طلعت لقيتهم على سقف الأوضة وواقفين بياكلوا. طبعا هحاول ان انا امسكهم دلوقتي كده بالراحة كده بهدوء بدل ما يضيعوا، هحاول ان انا امسكهم واحطهم في السلاكة، تمام؟ تعالوا نشوف مع بعض. يلا تمام كده يا جماعه، زي ما شفنا الثلاث حتت لقيتهم على الارض وعمالين بايه بيلقطوا الحبوب. فطبعا رحت جريت عليهم، اول حاجه جيت امسك واحد لقيت الثاني بيبعد بعيد، رحت سايبه ورحت ماسك الثاني واخده حاطه جوه السلاكه، في الثاني في الثالث، فمسكت ايه الثلاث حتت الحمد لله بسرعه وبسهوله، عشان هم لسه شبابات صغيره او زغاليل صغيره، فما بيقاوموش وما بيجروش وما بيرفرفوش ويطيروا والكلام ده. فالحمد لله مسكتهم وحطيتهم جوه السلاكه وقفلت عليهم. طبعا الحكايه كلها ان السلاكه اللي عندي فوق ديت الدرفه بمفصله كده، بتفتح وتقفل بالشكل ده. طبعا الدرفه ديت يا جماعه او الباب ده ليه مسمار بيتعمل كده فوق الباب، تمام؟ المسمار ده لما بيترفع الباب بيتفتح كده ويتقفل، تمام؟ فانا نسيت اعمل المسمار ده على الباب، فالمسمار كان مرفوع، فالهواء تقريبا او حاجه راحت مطيره الباب، راح فاتح الباب. طبعا الزغاليل لقيت الباب مفتوح قالت لك فرصه ننزل نتمشى شويه على سقف الاوضه، فنزلوا بقى ايه الثلاث حتت بقى، اكيد بقى معاهم الليل طويل ومعاهم الصبح من الصبح بدري لحد ما انا بطلع لهم مثلا ايه فوق الاوضه وقت العصريه كده او حاجه او بعد العصر. فقدامهم بقى اليوم طويل بقى، وقعدوا بقى يلعبوا ويعيشوا حياتهم وياكلوا ويشربوا على سقف الاوضه. طبعا دولت لو كبار كانوا طاروا، فطبعا دولت لو كانوا سواء هزازات او نفخات او مفتل او اي نوع حمام كبير بيعرف يطير يعني كان طار، تمام؟ لان حصل عندي قبل كده كذا مره، مره نسيت باب العشه ايام ما كنت بربي حمام سايب، نسيت الباب مفتوح لحظات بس، طار من عندي فرد جمعيه وطار من عندي فرد استرالي، خرجوا الاثنين طاروا. الجمعيه عشان كان عندي من هو زغلول رجع تاني بعدها بيومين ثلاثه، الاسترالي ده كنت جايبه كبير مشي، تمام؟ مره برضو سبت باب السلاكه مفتوح ولسه بمد ايدي بجيب كلفه وطالع احط الكلفه لقيت ايه ذكر جمعيه طار خرج من السلاكه، السلاكات اللي كانت بره الاوضه، تمام؟ زمان برضو ما كنت بربي بنايدك شاك، نسيت باب السلاكه العين اللي على الارض مفتوح، خرج الدكر طار، تمام؟ بعدها مثلا باسبوع ولا ب 10 ايام برضو نسيت نفس العين مفتوحه طارت النتايه بتاعته، فضاعوا الاثنين خلاص، دول ما رجعوش يا جماعه، اي حاجه من الحاجات اللي فاتت دي ما رجعتش، تمام كده؟ طبعا من فتره قريبه كان في جوز جمعيه في عين برضو في نفس العين، هي نفس العين اللي فيها الثلاث حمامات دول، نسيت الباب بتاعها مفتوح وكان معاهم زغاليل. طلعت ببص عليهم لقيت ايه؟ لقيت الزغاليل موجوده جوه والسلاكه ما فيهاش الحمامتين الكبار والباب مفتوح. فطبعا دولت زواجل بقى خلاص، دول رجعوا لصاحبهم على طول اللي اتربوا عنده يعني، تمام كده؟ فبرده من فتره قريبه الحتتين اللهور اللي عندي دول، الحته اللي هي اللهور الحمراء والحته اللهور السوداء اللي هم الدكر والنتال اللي عندي اللي مطلعين عيني ما بيشتغلوش دول. طبعا دولت اول ما جبتهم بعدها باسبوع ولا 10 ايام كده طالع برضو بالصدفة زي كده ببص وجاي اكل في الحمام، ما لقيتش دول في السلاكة، لقيت الباب مفتوح والسلاكة فاضية ما فيهاش حمام.
فسبت السلاكه زي ما هي مفتوحه ونزلت. طبعا اتضايقت بقى وتعكننت وبتاع، وبالليل بتكلم في التليفون مع احمد ابو هاجر، فبقول له ابو هاجر ايه شفت اللي حصل؟ فبيقول لي قلت له الحمامتين اللي هور طاروا. ففي لحظتها كده جه في دماغي ان انا اطلع ابص عليهم بالليل بقى في الضلمه، فسبحان الله طلعت ببص لقيتهم جوه العين قاعدين جوه السلاكه. رحت قافل عليهم الباب وقلت له والله وشك حلو، الحمامتين رجعوا. طبعا كان مستغرب اللي هو ازاي يعني الحمام زينه وبقى لهم اسبوع ل 10 ايام طاروا واختفوا خالص ما كانوش موجودين، قعدت ابص عليهم ما لقيتهمش، سبحان الله رجعوا لوحديهم بالليل. طبعا ايه من الحاجات اللي هي النادره ان هي تحصل مع حد ان يطير منه حمام زينه ويرجع تاني. فطبعا يا جماعه موضوع النسيان ده اسوأ حاجه ممكن تعملها، يعني اسوأ حاجه تعملها ان انت تنسى باب سلاجه مفتوح او باب عين مفتوح او باب الاوضه مفتوح، وبالذات باب الاوضه. عارف لو نسيت باب الاوضه، انا اول ما ربيت حمام نسيت باب الاوضه، يعني اول جوز حمام جبته كان بلدي واول زغلولين طلعوا عندي فرحان بيهم بقى وبتاع والكلام ده، نسيت باب الاوضه مفتوح، القطه دخلت كلت الزغلولين وكنت هبطل تربيه حمام بسببها. فاوعى تنسى باب السلاكه او باب الاوضه، وبالذات باب الاوضه حاول، او باب العشه لو انت بتربي في عشه حاول ما تنساهوش. القطط، الفران، العرس، البوم، الصقور، الكلام ده كله ممكن ينزل ياكل الحمام من عندك من جوه الاوضه او جوه العشه لو انت نسيتها مفتوحه. تمام؟ انما باب عين كده وبتاع سهله دي، بنساها جوه الاوضه هنا كل يوم، يعني جوه الاوضه هنا بنسى كل يوم، بطلع الاقي ايه جوز حمام سايب في الارض، زغلول واقع، مش عارف ايه كام، ده بنساه عادي. السلكات اللي بره برضو العيون احيانا كتير بنسى منها بيبان. باب الاوضه ده لا، باب الاوضه ده انا ممكن انزل السلم لحد الشقه وافتكر اقول يعني هو انا قفلت الباب ولا نسيت الباب، اروح طالع تاني اتاكد ان الباب مقفول، ما ينفعش انساه، بنزل واطلع عشان والله مخصوص يعني، وعمري ما طلعت لقيته مفتوح رغم ان انا ايه بشك في نفسي واطلع تاني اتاكد، وكل مره بطلع ليه مقفول. فخلي بالك دايما، حاول تراجع قبل ما تنزل على البيبان بتاعت السلكات على باب العشه او باب الاوضه عندك. لو طار منك فرد حمام ما تخوفهوش، ما تحاولش تمسكه، ما تحاولش تصفر له، ما تحاولش تخبط له، سيبه براحته خالص لحد بالليل. بالليل بقى لما الدنيا تضلم اطلع بص عليه، سيب له سلكته مفتوحه او عشته مفتوحه واطلع بص عليه بالليل بالراحه كده، ايه بص على العشه، بص على السلكات، على عيون بتاع على الارض الكلام ده، دور هنا هنا هنا، ممكن تلاقيه رجع بالليل واقف مستخبي في اي حته، هتمسكه بسهوله في الضلمه، في الضلمه خالص بيتمسك بسهوله، انما في النور بالنهار مش هتعرف تمسكه، ولو جيت تمسكه وخوفته هيطير هيجري بعيد. فانا كتير يحصل عندي ان فرد حمام يطير ويجي مثلا بالليل يقف على السلكات، بطلع في عز الضلمه كده بروح ايه قافش فرد الحمام وحطه في السلاكه على طول. تمام؟ فده اللي انا عايزك تعمله، سيب له الباب مفتوح بتاع السلاكه اللي هو كان فيها، ولو كان معاه فرد تاني شيل الفرد التاني من السلاكه وسيب له السلاكه فاضيه، وهو لما يجي بالليل هيروح داخل على سلكته على طول، ولو ما دخلش ووقف في السلكات تطلع انت امسكه في الضلمه. تمام كده يا جماعه؟ فالحمام بطبيعته ما بيشوفش اساسا بالليل في الضلمه، يعني اي فرد حمام لو جيت مثلا في الضلمه كده في عز الضلمه هنا في الاوضه اهو، تمام، طفيت النور بالليل وبتاع ودخلت، اي فرد حمام بتروح لحد عنده وتحط ايدك عليه وتمسك فرد الحمام وهو ولا اي مقاومه. فنفس النظام بره السلاكه، بس يكون الدنيا ضلمه ضلمه تروح تمسك فرد الحمام هتمسكه بسهوله ولا هيعمل اي حاجه. تمام كده؟ ده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد. ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.